بيحاول يمر، بإصابة قوية، الله عليك، تسلم ايديك يا مودي، طلقة طلقة، يعني مركز ثلاثة أو ثلاثة، يا ترى هتعملوا ايه في هذا الموقف؟ ادي الله، لسه بقول برضو عظيمة عظيمة عظيم هذا اللعب. راجل ما عندوش الجرأة ان يروح، كان عنده مساحة يروح، لسه نازل طبعا الله يكون في عونه. مودي هيسيبها لمصطفى بشير، الله، لسه بقول خبرة طبعا مواليد 92، ادي ثواني اخيرة هنشوف الوقت المستقطع، ادي بيحاول يمر وهتلر، وادي ضغط من الجماهير، ادي كابتن حمادة روبي بيبص على الساعة طبعا في اعصابه يقول لهم خلاص خلاص خلاص، ولكن هيحرز بيها التعادل 31-30. شهاب يا خارج المرمى، ولكن والله يعني كانت قريبة، الله على هذا اللقاء، لقاء جميل وممتع.